بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد بعنوان التركيب الذري للمادة. طبعا احنا خدنا الحصة اللي فاتت الجزيئات، وقلنا ان الجزيئات دي نوعين اتنين، في جزيئات تسمى جزيئات عناصر، وفي جزيئات تسمى جزيئات مركبات. تمام، طيب تعالى كده نشوف الدرس بقى بتاع النهاردة بنتكلم على ايه. بنتكلم على حاجة اسمها التركيب الذري. طب علشان نعرف الذرة هي ايه، لازم العلماء حاولوا ان هم يرمزوا للعناصر برموز كيميائية تسهيل للدراسة، بدل ما تقعد تكتب كلمة صوديوم بحالها تكتب هيدروجين بحالها. فالعلماء اتفقوا ان هم يسموا العناصر الكيميائية او الذرات دي برموز ثابتة. الرموز دي كل الناس تبقى عارفة ان الرمز ده رمز عنصر ايه. تمام، اختاروا اللغة اللاتينية علشان يقولوا الرموز ديت بيها. تمام كده، يبقى ما اسم اللغة اللي بيتم من خلالها ترميز العناصر عناصر هي اللغة اللاتينية. تمام، طب ليه بقى بيسموها برموز؟ قلنا علشان يسهل التعامل معها والتعبير عنها، يسهل التعامل معها والتعبير عنها. طيب تعالى كده نشوف ايه هي القواعد اللي هيتم من خلالها كتابة الرموز دي. بص كده لاحظ معايا ان انت ممكن يكون عندك رموز العناصر. رقم واحد، رمز العنصر ده اسمه الذرة المفردة للعنصر، اسمه الذرة المفردة للعنصر. طيب يرمز للعنصر بحرف. تمام، الحرف الاول من اسمه اللاتيني. يعني لو انا هقول كلمة هيدروجين، يبقى خلي بالك اللغة اللاتينية دي اشبه ب 99% تعتبر لغة انجليزية. فلما اقول لك هيدروجين يبقى اولها اتش، يبقى تقول لي الهيدروجين رمزه اتش. تمام، طيب ما ممكن يقابلنا عنصرين مشتركين في أول حرف زي الهيدروجين والهيليوم كده، يبقى لازم في الحالة دي بعض العناصر بتشترك مع في أسمائها في الحرف الأول. طيب وعلشان نميز بينها أو نفرق بينهم، يبقى يرمز لأحدهم بحرف كبير كابيتال، ولا الآخر بحرف صغير اللي هو سمول. ها تمام كده. طيب تعالى كده نشوف رموز بعض العناصر. رموز بعض العناصر، لو احنا عندنا العنصر والرمز هيدروجين، الهيدروجين اولها H يبقى نكتب H. طيب ها الهيليوم اولها ها HE يبقى برافو. طب ليه قلنا H و HE؟ علشان الهيدروجين H، الهيليوم اوله H، لازم افرق بينه وبين الهيدروجين، فخدنا تاني حرف. وخد بالك ان تاني حرف الاي مكتوبه سمول، يبقى اذا كان الحرفين ها بيرمزوا للعنصر يبقى الاول كابيتال والتاني سمول. طيب النيتروجين، النيتروجين N، تفضل بقى اكسجين رحنا قولناه O. طيب ها الصوديوم يبقى NA. طيب البرون B، البراليوم BE، طب الفلور F، طب البروم ها بي ار. طب هتقول لي يا مستر ليه قلت بي ار مش بي؟ اقول لك علشان عندي البروم، البرون بالنون بي بس. تمام، طيب ها الفوسفور بي. تمام، ليه قلنا بي فوسفور؟ عامله زي كلمه فوتو كده اولها بي اتش، ففوسفور برضو اولها بي. تمام، طيب ها العنصر والرمز، ممكن نقول حديد، الحديد باللاتيني اسمه فيرور، علشان كده خدوا اول حرفين اف اي. طب هتقولي ليه ما خدناش الاف بس؟ اقول لك اهو عندك فلور، الفلور اف، يبقى لازم تميز الحديد عنه يبقى اف اي. وفضلنا ماشيين بقى كده الايه العناصر كلها زي ما انت شايف، اليود اي، رصاص بي بي، كربون سي، كالسيوم سي اي. طيب ناخد شوية رموز عناصر تانيين. الرموز دي انت عليك حفظ، يعني لازم تحفظها. تمام، دي اساس الكيمياء، كبريت اس، كلور سي ال، بوتاسيوم كي، ها نحاس سي يو. طيب ارجون اي ار، كروم سي ار، الومنيوم اي ال. طيب تعالى كده الذهب اي يو، مغنيسيوم ها ام جي. طيب فضة اي جي، سيليكون اس اي، ها زئبق اتش جي، ليثيوم ها ال اي. طيب خرسين او زنك يبقى زد ان. لازم تحفظ الرموز دي كويس. تمام كده،
تركيب، تعالى كده بقى نشوف تركيب الذرة. الذرة بتتركب من ايه؟ قبل ما نشوف تركيب الذرة لازم تبقى عارف ان المادة بتتكون من جزيئات، تمام كده؟ والجزيئات تتكون من ذرات، تمام؟ طيب يعني ايه كلمة الذرة؟ الذرة اصغر وحدة بنائية للمادة يمكن ان تشترك في التفاعلات الكيميائية، يبقى ده تعريف الذرة. طيب ايه بقى مكونات الذرة دي؟ الذرة بتتكون من جزئين رئيسيين، نواة، والنواة دي بيدور حولها الكترونات. طب تعالى نمسك النواة. النواة جواها نوعين اتنين من الجسيمات، جسيمات موجبة الشحنة تسمى بروتونات، تسمى بروتونات. طيب وجسيمات متعادلة الشحنة تسمى نيترونات، النيترونات، تمام كده؟ طيب تعالى كده نشوف الالكترونات. الالكترونات بتبقى شحنتها سالبة. طب يبقى انا عندي كده شحنتين في الذرة. تعالى نراجع تاني، النواة بها بروتونات موجبة والنيترونات متعادلة، يعني ليس لها شحنة، ليس لها شحنة. يبقى الشحنة المسيطرة على النواة هي الشحنة الايه؟ برافو عليك، هي الشحنة الموجبة، لان النيترونات ملهاش شحنة، تمام كده؟ طيب الالكترونات، الالكترونات تدور حول النواة وشحنتها سالبة دايما في حالة الاستقرار، يعني الذرة مستقرة. الالكترونات السالبة تساوي البروتونات الموجبة، تساوي البروتونات الموجبة. طيب تعالى كده خد السؤال ده، بيقول الذرة متعادلة الشحنة في حالتها العادية، علل. متعادلة يعني الموجب قد الايه؟ قد السالب، تمام كده؟ طب هو مين الموجب؟ البروتونات الموجبة داخل النواة. طب مين السالب؟ الالكترونات اللي بتدور حول النواة، تمام كده؟ يبقى اقول الاجابة ها، ان انا عندي البروتونات الموجبة قد الالكترونات السالبة، يبقى لتساوي عدد الالكترونات السالبة التي تدور حول النواة مع عدد البروتونات الموجبة التي توجد داخل النواة، تمام؟ طيب ليه بقى النواة موجبة الشحنة؟ لو قال لي علل النواة موجبة الشحنة، اقول له ليه؟ لاحتوائها على بروتونات موجبة، ها، بينما النيترونات متعادلة الشحنة، يعني ليس لها شحنة، ها، تمام كده؟ طيب كتلة الذرة تتركز في النواة. بص بقى يا سيدي، ادي النواة وادي الالكترونات. الالكترونات دي كتلتها ايه؟ صغيرة جدا اذا ما قرنت بكتلة النواة اللي هي الكبيرة دي، تمام؟ يبقى هنا كتلة الذرة معظمها يعني مركز في النواة. اقول له ليه؟ اقول له علشان كتلة الالكترون ضئيلة جدا يمكن اهملها، ضئيلة جدا يمكن اهملها، تمام؟ طيب تعالى كده برافو عليك، نشوف حاجة كمان. يمكن التعبير عن اي ذرة عن طريق، يعني لو احنا عايزين ذرة زي ذرة الصوديوم مثلا عايزين نعبر عنها، خد بالك بقى، الذرة نكتب الرمز بتاعها ايا كان. فانا كاتب لك هنا اكس زي سين وصاد كده في الرياضة. طيب اسفل يسار الرمز هيكتب عدد يسمى العدد الذري، يسمى العدد الذري. اعلى يسار الرمز هيكتب عدد يسمى العدد الكتلي. يعني ايه بقى عدد ذري ويعني ايه عدد كتلي؟ تعال نشوف بقى. العدد الذري هو مجموع اعداد البروتونات التي توجد فين؟ داخل النواة. فاكر البروتونات كانت شحنتها ايه؟ برافو، كانت شحنتها موجبة، تمام كده؟ طيب تعالى كده نشوف العدد الذري، قلنا بيساوي البروتونات اللي هي شحنتها موجبة. طيب يا ترى بقى العدد الكتلي، ايه هو العدد الكتلي؟ العدد الكتلي تجمع اللي داخل النواة كله، يعني تقول بروتونات زائد نيوترونات، ما يكش دعوه بالالكترونات اللي بره. يبقى العدد الكتلي هو ايه؟ مجموع اعداد البروتونات الموجبه ها والنيوترونات المتعادله اللي الاثنين موجودين فين؟ داخل النواه. طيب يبقى العدد الكتلي تقدر تقول بروتونات اللي هو عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. طب بص للسؤال ده كده، بيقول لي ما معنى ان العدد الذري للكلور يساوي 17؟ هو العدد الذري ده كان بيساوي ايه؟
برافو، البروتونات. يبقى تقول لي أي أن مجموع أعداد البروتونات داخل النواة يساوي 17. طيب ما معنى أن العدد الكتلي للكلور يساوي 35؟ يبقى معنى ذلك أن البروتونات والنيوترونات بيساوي الاثنين 35. يبقى تقول لي البروتونات والنيوترونات يساوي 35. طيب مثال هنا بيقول لي الشكل المقابل اللي هو الشكل ده مديني نواة فيها 9 موجب اللي هي ايه؟ البروتونات، وفي 10 متعادل اللي هي ايه؟ النيوترونات. تمام؟ طيب بيقول لي احسب ايه؟ عدد الالكترونات، العدد الذري، العدد الكتلي، رمز الذرة. تعالى كده نمسك واحدة واحدة. ها عدد الالكترونات، مش انا لسه قايل لك ان دائما في حالة الاستقرار عدد الالكترونات يساوي عدد البروتونات. طب البروتونات هنا كام؟ 9. يبقى الالكترونات تساوي البروتونات يساوي 9. طيب تعال نمسك حاجة، العدد الذري، ما هو العدد الذري اللي هو بيساوي برضو عدد البروتونات. طيب البروتونات اللي هي الموجبة برضو يبقى 9 برضو. طيب تعال نحسب العدد الكتلي، عدد الكتلي يبقى مجموع أعداد البروتونات الموجبة والنيوترونات المتعادلة. يبقى أقول له الاثنين مع بعض يبقى الإجابة تبقى 9 زائد 10 يساوي 19. يبقى ده اسمه العدد الكتلي. طيب رمز ذرة الفلور قلنا نحفظ الفلور أولها F، يبقى فعلا رمز ذرة الفلور F. ها تمام كده، في اي مشكلة في المثال ده؟ برافو عليك. طيب تعالى كده نشوف حركة الالكترونات في مستويات الطاقة. دايما بنحب نشبه كده مستويات الطاقة بالمدارات بتاعة الكواكب، وبتدور حوالين مين؟ حوالين الشمس. الكواكب بتدور حوالين الشمس، اهو برضو الالكترونات تدور في مستويات، المستويات دي اسمها مستويات طاقة بس حول النواة، حول النواة. طيب ركز كده معايا، مستويات الطاقة يعني ايه كلمة مستوى؟ مستويات الطاقة دي ادي النواة وادي مدارات حول النواة، مدارات وهمية. مين بقى اللي بيدور في المدارات دي؟ اللي شحنته بالسالب اللي هي الالكترونات. طيب مين اللي جوه النواة؟ البروتونات الموجبة اللي هي باللون الاصفر، والنيوترونات المتعادلة اللي قدامك دي. تمام كده؟ طيب تعال بقى نشوف ايه هي بقى مستويات الطاقة. دي مناطق وهمية حول النواة، مناطق وهمية يعني مش خطوط كده، ده هي منطقة وهمية. الإلكترون ماشي في المنطقة ده، طب والإلكترونات دي ماشية في المنطقة اللي بعدها، زي بالظبط كده دوران الكواكب حول الشمس. يبقى مناطق وهمية تدور فيها الإلكترونات كلا حسب طاقته. ايه هي بقى؟ دول 7 مستويات طاقة، 7 مستويات طاقة. اولهم واقربهم للنواة كي، ال، ام، N O B Q، 7 مستويات تسمى 7 مستويات طاقة. ها تمام كده، أقلهم طاقة هو الأقرب للنواة هنسميه K. طيب أكبرهم طاقة هو الأبعد يبقى يسمى Q. برافو. طيب يبقى الأقل طاقة K، طيب الأعلى طاقة وأبعدها عن النواة هو Q. طيب تمام، بص بقى طاقة الإلكترون، كل إلكترون من ده ليه طاقة بتساوي طاقة المستوى اللي موجود فيه. يعني إيه اللي خلى الإلكترون ده بالذات يبقى موجود في المستوى ده ما ينقلش للمستوى اللي بعده؟ علشان طاقته تساوي طاقة المستوى، تساوي طاقة المستوى الموجود فيه. تمام؟ طيب تعالى كده نشوف حاجة كمان، مفهوم الكوانتم والذرة المسارة. يعني ايه كلمة كوانتم؟ اسأل نفسك كده، الالكترونات اللي بتدور حول النواة دي لها طاقة، طب ماذا يحدث لو الالكترون راح اكتسب كم من الطاقة؟ بدل ما هو في المستوى كيو، بدل ما هو في المستوى كي، ينتقل على طول للمستوى الاعلى منه. يبقى دي اسمها ذره مساره، لو الالكترون اكتسب مقدار من الطاقه وانتقل الى طاقه، الى مستوى طاقه اعلى. بص بقى الكوانتم، ايه تعريف الكوانتم؟ هو مقدار الطاقه التي يكتسبها او يفقدها الالكترون لكي ينتقل من مستوى طاقه لمستوى طاقه اخر، يا اما يكتسب يا اما يفقد، يا يكتسب يا
يفقد. طب الذرة المسارة، ركز كده معايا، أنا معايا نواة وفي إلكترونين هما بيدوروا حول النواة. ماذا يحدث لو الإلكترون اللي هو باللون الأحمر ده اكتسب كم من الطاقة؟ يعني كده طاقته بقت أكبر من المستوى اللي هو موجود فيه. في الحالة دي على طول شايف السهم بيقول ان الالكترون ده ينتقل للمستوى اللي ايه؟ اللي بعده على طول. يبقى الذرة المسارة هي الذرة التي اكتسبت كما من الطاقة، كما من الطاقة يسمى الكوانتم. يبقى لما يقول لي عرف الذرة المسارة اقول له الذرة التي اكتسبت كما من الطاقة يسمى الكوانتم. عندي نواة وعندي مستويات اللي هم الكي ال ام ان او بي كيو، كل مستوى ليه طاقة، بيبقى فيه عدد محدد من الالكترونات. هنقول ايه هو العدد المحدد ده؟ تمام. طب ماذا يحدث لو الكترون اكتسب مقدار او كم من الطاقة؟ في الحالة دي ينتقل من المستوى الاقل الى المستوى الاعلى. طب لو فقد يرجع تاني للمستوى اللي كان موجود فيه، لو فقد مقدار الطاقة دي. تمام. طيب تعال نمسك بقى كده قواعد توزيع الالكترونات. انا لسه بقول لك ان كل مستوى من مستويات الطاقة اللي هم السبعة بيبقى فيه عدد محدد من الالكترونات، مش اي عدد كده وخلاص. ليه؟ لان طاقته ما تستحملش غير عدد معين. طيب هو في قواعد للموضوع ده. بص بقى يا سيدي، يتشبع كل مستوى طاقة بعدد محدد من الالكترونات، دي اول قاعدة. طيب تملأ المستويات الاقل الاول، يبقى لما نيجي نحط معانا الكترونات وهنوزع، لان احنا هنوزع التوزيع الالكتروني دلوقتي، يبقى الاول نشبع الاقرب للنواة اللي هو الاقل طاقة، الاقل طاقة. طيب وبعد كده يتشبع الاربع مستويات الاولى من العلاقة 2 نون تربيع. ايه 2 نون تربيع؟ طيب الاثنين ده رقم ثابت والتربيع ده رقم ثابت. النون دي هي رقم المستوى، رقم المستوى. مثال، بص كده للجدول ده، انت عندك الكي ده المستوى الايه؟ الاول. يبقى المفروض نون بتاعته اللي هي ان مثلا 1، يبقى تقول 2 اللي هو الرقم الثابت، لان انا بقول 2 ان تربيع او 2 نون تربيع، الاثنين ثابته، والان اللي هو رقم المستوى رقم 1 حطيتها. طب 1 ايه؟ ان تربيع، يبقى 1 تربيع، 2 في 1 تربيع ب 2، يبقى عدد الالكترونات اللي هيتشبع منها المستوى الاول كي دي 2. طيب الثاني بقى ال ده رقم 2، يبقى 2 في 2 تربيع، ال 2 دي اللي هي رقم المستوى وال 2 دي الثابته والتربيع معاها، يبقى 2 في 2 تربيع ب 8، يبقى المستوى L يتشبع ب 8 الكترونات. طب المستوى M يبقى تقول 2 في 3 تربيع لانه رقم 3، يبقى ب 18. طب المستوى N يبقى 2 في 4 تربيع لانه هو رقم 4، يبقى 32. يبقى K بياخد 2 الكترون، L 8، M 18، ان 32. بس خد بالك بقى اثناء التوزيع الالكتروني انت خلاص عرفت ان الام ممكن ياخد 18 والرابع ان ياخد 32، بس علشان الذرة تفضل مستقرة احنا اتفقنا ان ما نديهاش اكتر من 8 الكترونات. يعني ايه اكتر من 8؟ لان لو انت اديت المستوى اكتر من 8 بيبقى في حالة عدم استقرار. تمام. طيب تعالى كده نشوف سؤال بيقول لا تنطبق العلاقة 2 نون تربيع على المستويات الأعلى من الرابع. ليه؟ لأن مستوى الطاقة إذا وجد به أكثر من 32 إلكترون تصبح الذرة غير مستقرة. تمام؟ طيب تعال كده ناخد شوية توزيع إلكتروني. يعني معايا ذرة النيتروجين رمزها N 714. تمام. طيب عايزين نوزع، دايما التوزيع الإلكتروني انت بتوزع إلكترونات يبقى تساوي العدد الذري. ها تمام. طيب بص بقى، معاك نواة، يبقى النواة فيها موجب 7 اللي هو العدد الذري. طب متعادل نعرفه ازاي؟ مش انت قلت ان العدد الكتلي مجموع عدد البروتونات والنيترونات هو مديني العدد الكتلي 14، يبقى اعرف النيترونات، اطرح الكتلي ناقص الذري يديني النيترونات 7،
ها تمام كده. طيب فاكرين اول مستوى اسمه ايه؟ كي. كان بيشبع بكام الكترون؟ 2. طب انت خدت 2 من كام؟ من 7. يتفضل 5. طيب يبقى المستوى ال ياخد الخمس الكترونات، لا ناخد واحده كمان. طيب بص يا سيدي، ذره الصوديوم ان ايه؟ ان ايه 23 تمام 11. طيب يبقى الاول ال 11 خلاص احنا اتفقنا النواحي هيبقى فيها 11، ليه بقى 12 متعادل؟ 12 متعادل علشان ها طرحنا ال 23 ناقص ال 11 يديني النيترونات تمام. طيب المستوى الاول اتفقنا بياخد 2، المستوى الثاني ال ياخد 8، 2 و8 كام؟ 10. طيب يتفضل من ال11 1، يبقى المستوى ام ياخد 1. طيب تعالى كده للكالسيوم، الكالسيوم سي اي 40 و20، العدد الكتل 40 والذري 20، يبقى النواه فيها 20 موجب اللي هي البروتونات. طب اطرح كده 40 ناقص 20 يتفضل 20 اللي هي النيوترونات. طب لما نيجي نوزع بنوزع العدد الذري، يبقى الكي ياخد 2، ال ياخد 8، طيب الام تاخد 8. طيب ليه ادينا 8 مش 18؟ قلنا علشان تفضل الذره مستقره. 2 و8 و8 يبقى 18، يتفضل من ال20 2، يبقى دي للان. ها تمام كده. طب تعال نشوف حاجه كمان اللي هي التركيب الالكتروني والنشاط الكيميائي. انا ممكن بقول لك ان العناصر ممكن نقسمها لنوعين، عناصر نشطه وعناصر خامله. النشطة بيبقى مستوى طاقتها الأخير غير مكتمل بالإلكترونات، الخاملة مستوى طاقتها الأخير مكتمل يعني مشبع بالإيه؟ بالإلكترونات. دي تلجأ للدخول في التفاعلات الكيميائية علشان يكتمل مستوى طاقتها الأخير، لكن دي تلجأ إلى الاستقرار يعني عدم الدخول في التفاعلات الإيه؟ الكيميائية. ليه؟ لو قال لي علل أقول له لاكتمال مستوى طاقتها الأخير بالإلكترونات. ها تمام كده؟ وكده يبقى خلصنا الدرس بتاعنا، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.